بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وقرن الله بالجنة طيب خطاكم. ها نحن اليوم مع شيخنا الفاضل حفظه الله تعالى الشيخ مروان لنستفيد منه ويعظنا ويعطينا بعض الكلمات التي تنفعنا في دنيانا وأخرانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على أن جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، ولنستفيد فيه ونتذاكر كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لعل الله جل وعلا أن ينفعنا بكلمة من الكلمات التي سنلقيها. والكلمة إذا خرجت من قلب مخلص لله تعالى فإن لها وقعا على القلوب ولها تأثيرا في النفوس. وكذلك السامع إذا كان حريصا على الاستفادة والاستزادة من الخير فإن الله جل في علاه سيبارك له فيما يسمع. ما ننساوش حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني يقدر الإنسان اللي وصل العلم للناس يكون الشخص اللي وصل له العلم المبلغ يكون أوعى وأفهم وأفقه من ذلك السامع الذي سمعه مباشرة. فيمكن الملقي للكلمة لا ينتفع مثل ما ينتفع السامع لها. ثم إن الله تعالى خلقنا في هذا الكون وأوجدنا لغاية نبيلة، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا السؤال يا إخوة، وهذا الجواب وهذا الغاية هو سؤال طالما حير عقول من كانوا بعيدين عن الله جل وعلا. يعني الإنسان اللي يلاحظ في كلام الناس لا سيما الكفر منهم تصيب عنده هذا السؤال لا يجد عليه جوابا، يقول علاش راني موجود في هذه الدنيا؟ ولن يجد الجواب إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال رب العالمين: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني خلق رب العالمين وخليه هكذا كالبهائم. قال تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فأهل الإسلام متفقون
على أن الله جل وعلا أوجد الجن والإنس في هذه الدنيا لإقامة العبودية لله تعالى، وبناء على هذا العبودية راح يحاسبنا رب العالمين يوم القيامة، وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أينا أحسن العمل، فكان أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى ملازمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان الذي خلقه الله تعالى في الدنيا يمر بمراحل رب العالمين أشار إليها في كتابه في غير ما موضع، قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يكابد هذه الحياة الدنيا ويمر من طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة. وقال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، أنتم صغار، ثم جعل من بعد ضعف قوة، يعني مرحلة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، مرحلة الشيخوخة. قال تعالى: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذا الأطوار الثلاثة اللي ذكرها رب العالمين هنا في سورة الروم يهمنا منها طور في الدرس نتاعنا وفي هذه الكلمة نتاعنا، وهو مرحلة القوة. خلقنا الله من ضعف ثم قوة ثم ضعف وشيبة. احنا قلنا تهمنا المرحلة الوسطى اللي هي مرحلة القوة، وش هي؟ مرحلة الشباب. فالكلمة نتاعنا هي عن شباب الإسلام، عن شبابنا الذين متعهم الله تعالى بهذه القوة، عن شبابنا الذين فتح الله عليهم بهذه المرحلة الذهبية من أعمارهم. يعني أي واحد فينا لو كان يعيش بزاف في هذا الدنيا بعد عمر طويل في طاعة الله يسأله يقول له: وش هي أفضل الأيام نتاعك؟ يقول: أفضل أيامي هي أيام الشباب. كما قال القائل، قال: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا الشباب يا إخوة هو نعمة من نعم الله تعالى العظيمة علينا. هذا الشباب إذا ضيعه الواحد منا راه خسر خسرانا عظيما. حنا ما نقولوش بالإخلاص اللي ما تبش هو شاب خلاص راه في جهنم أبدا، بل أبواب التوبة مفتوحة ما لم تصل الروح الحلقوم. لكن ما هوش اللي تاب هو شاب، مثل من تاب وقد بلغ 70 أو 80، يعني فرق بين الرجلين. ولهذا الله جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم وش قال في الحديث؟ قال: يعجب ربكم إلى الشاب، أو إن الله لا يعجب للشاب ليست له صبوة. وش معنى هذا؟ يعني رب العالمين يستحسن ويفرح من الشاب اللي ما عندوش ميل للعب وللهو وللتصابي، لأن هذا الشباب إما أن تجتهد فيه في باب الخيرات فراح تكون الكبر نتاعك والشيخوخة بناء على شبابك، وإما أن تفسده بعصيان الله تعالى. ولهذا نلاحظ في القرآن كثيرا ما يثني الله تعالى على الشباب ويذكرهم بأوصاف طيبة، يعني باش يبين لنا باللي الشباب ما هوش وقت نتاع لهو ونتاع مسخير ونتاع فسق وفجور ونتاع تضييع للأوقات في الشهوات المحرمة والملاذ المنكرة. ومن بعد الإنسان إذا هلك يصير يعض الأنامل، يعض أطراف أصابعه، طبعا لا ينفع الندم بعد ذلك. نشوف رب العزة جل وعلا لما حكينا على قصة إبراهيم عليه السلام، لما كان في مناظرة وفي مناقشة بينه وبين قومه اللي كانوا عباد أصنام وأوثان، قال رب العزة جل وعلا: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون. وش دار إبراهيم عليه السلام لما راح القوم انتهى وكان عنده حفل، كان عندهم حفل معين، توجه إلى أصنامهم وكسرها كلها وخلى الكبير فيهم،
فلما رجعوا وش قالوا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا شكون دار بالآلهة تاعنا كسرها وطاح عليها وخلنا واحد برك، هذا ظالم. قالوا سمعنا فتى يعني شابا في مقتبل عمره يقال له إبراهيم. يعني شوف رب العالمين كيفاش ذكرنا الوصف نتاع إبراهيم وأنه كان فتى. هذا الفتى إبراهيم عليه السلام وهو فتى وهو شاب مثل إخواننا الحضور، يعني كان يجاهد المشركين وحده. لهذا رب العالمين وش قال على إبراهيم؟ قال إن إبراهيم كان أمة. احنا نعرف الأمة الجماعة الكثيرة الكبيرة من الناس، أمة محمد صلى الله عليه وسلم راهي كثرة كافرة. رب العالمين إبراهيم وحده هذا الفتى قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. يعني الشاب هذا إبراهيم عليه السلام كان وحده أمة من الأمم. المهم إبراهيم عليه السلام وش قالوا القوم تاعه؟ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وهو فتى راح يناظر قومه وهم أقوياء وهم أصحاء وهم أقوى منه، يعني في السيف والسنان، لكن هو أقوى منهم في الحجة والبيان. قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. المهم هو استعمل هنا عليه السلام تورية، يعني قال فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، إذا كانوا يتكلموا راهو هو اللي دار. قال فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم أنفسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يعني شوف الفعل نتاعه كيف تنبئ عن ذكاء وعن فهم، كيف أراد أن يستدرج قومه لإقامة الحجة عليهم. يعني هو ما قالهمش لا لا هذه باطلة، لو كان هو كسرها وخلى واحد كبير. قالوا شكون كسرها؟ قال إبراهيم. قالوا انت درت؟ قالهم دارها الكبير هذا إن كانوا ينطقون. عرفوا باللي تلك الآلهة ضعيفة لا تصنع شيئا، ما لا تدفع ضرا ولا تملك نفعا ولا تدفع ضرا عن نفسها، لكن استكبروا وعاندوا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا اشعلوا فيه النار. رب العالمين نصر هذا الشاب ونصر هذا الفتى هو صغير. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يعني نشوفوا الشاب المسلم لما يكون واقف متمسكا بدين الله تعالى يكون إنسان صالح، ولو واجه الأعداء وحده وكان مخلصا لله تعالى رب العالمين ينصره ولو بالمعجزات وخوارق العادات والكرامات، ما استغربوهاش. لكن الشرط الوحيد يا أخي الشاب المسلم أن تكون مستقيما على طاعة الله. لو نشوف قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يعني أصحاب الكهف قصتهم مشهورة ومعروفة، وش يهمنا من هذا القصة؟ يعني كيف هجروا قومهم وكيف فروا بدينهم وكيفاش رب العالمين خلاهم آية للعالمين. فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 909 سنوات وهما رقدين في الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وصاروا عبرة للمعتبرين. وش يهمنا احنا في هذا الموطن؟ يهمنا قوله تعالى إنهم فتية. وش معنى فتية؟ شباب صغار آمنوا بربهم، رب العالمين وش دار لهم؟ فزدناهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يعني أنا نشوف هذا الشباب ذكرهم الله تعالى في كتابه ونوه بشأنهم،
كيف نصروا الدين وتمسكوا بالملة الحنيفية السمحة، تمسكوا بهذا الإسلام ورب العالمين ما ضيعهمش. نزيد مثال ثالث، هو مثال إسماعيل عليه السلام، مثال عظيم. يقول رب العالمين يحكي لنا عن إسماعيل عليه السلام، يقول جل وعلا: وبشرناه بغلام حليم. يعني إبراهيم عليه السلام بشر رب العالمين بغلام حليم اللي هو إسماعيل. قال الله تعالى: فلما بلغ معه السعي، يعني إسماعيل عليه السلام لن تكبر وقلنا يروح ويجي مع بابا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه بلغ معه السعي، ولا يروح ويجي معه جوزان بلك يتاجر معه بلك يروح معه يدخل ويخرج. أفراس هنا تتعلق عاطفة الأب بابنه، خلاص والده راهو عنده مكانة وعنده دور في حياة إبراهيم عليه السلام. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني بلغ معه السعي شحال؟ 8 سنوات، 10 سنوات، 13 سنة، هذيك النواحي راهو شاب صغير مازال، وربما حتى لم يبلغ سن الشباب أصلا. وش يقول هو صغير عليه السلام؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. 13 سنة 10 سنوات يقول له يا بابا على بال ابن النبي عليه السلام، يقول له افعل ما يأمرك به ربك، ويزيد يقول له ستجدني إن شاء الله من الصابرين. علق قلبه بالله جل وعلا وتوكل على الله سبحانه وتعالى والتزم بعبادة الصبر. قال بلى، قالها هدرة برك هدران بعد هرب، ما افتح الباب وقلع وهرب، لا لا. قال تعالى: فلما أسلم لأمر الله جل وعلا، أسلم الأب وأسلم الابن ما زال، وتله للجبين. يعني شوف إسماعيل عليه السلام وش عانه، وشوف إبراهيم عليه السلام وش واجه، خلاص حط وليده في الأرض كما تحط كبش العيد، وأدار وجهه تجاه الأرض، تله للجبين باش ما يشوفش وليده كيكون ينذبح. يعني خلاص تهيأ إبراهيم عليه السلام لذبح ابنه. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يعني شوف إسماعيل عليه السلام هو اللي همنا في القصة هنا، كيف كان شابا صغيرا، فلربما لم يبلغ درجة الشباب أصلا، كان حزورا كما يسميوها في اللغة، يعني شاب صغير، ومع هذا أسلم لأمر الله تعالى وقبل بالذبح وجاء الفتح من الله تعالى. يعني أين نحن وأين نحن من هؤلاء وأين إيماننا بالله تعالى؟ يعني إحنا رانا كبار وليس لنا هذا الإيمان، فكيف بأولئك الشباب؟ وماذا بينا الشباب نتاعنا تكون هذه هي القدوة نتاعهم؟ ما هوش القدوة نتاعهم لاعبي كرة القدم الفسق الفجرة، الجيس نتاعهم كله وشم، نصارى ولا يهود أو صهاينة، عباد أصنام وأوثان، تسيب الأبناء نتاعنا يتأثروا بهم والشباب نتاعنا والشابات، ولا بالمغنين والمغنيات، ولا بالممثلين والممثلات. والأمثلة والأسوة والقدوة موجودة عندنا في كتاب الله تعالى بالمئات بل بالألوف. لو رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكفينا حديث جليل القدر عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يعني نتصوروا هذاك اليوم اللي نخرج فيه من قبورنا حفاة عراة غرلا بهما، نتوجه إلى أرض المحشر، ينفذنا الداعي أو يسمعنا الداعي وينفذنا البصر، ثم نجتمع على أرض المحشر ليس فيها معلم لأحد، يعني أرض مستوية ملساء ما تقدرش تميز مكان من مكان، كلنا قائمون بين يدي الله تعالى. والإشكال الكبير وين؟ تدنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، يعني هذه الشمس اللي راهي بعيدة
عشرات آلاف الكيلومترات واللي نعاني منها في الصيف ونقول حر شديد ونتأفف ونتضجر من هذا الحر لا بعيد علينا آلاف الكيلومترات، يوم القيامة تكون بعيدة فوق رؤوسنا قدر ميل. الميل أحسن أحواله 1.6 كيلومتر، ما يلحقش حتى 2 كيلومتر كيلوان، ما يلحقش أصلا. وإذا قلنا الميل هو العود الذي يكتحل به راهي طامة كبرى، يعني أمران أحلاهما مر، شمس قدر ميل فوق رؤوسنا، والناس يعرقون بقدر أعمالهم، منهم من يصره العرق إلى كعبيه، ومنهم من يغرق في عرقه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يصله العرق إلى سرته إلى حقوه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يغرق بالعرق نتاعو يوم القيامة، يغرق بأتم معنى الكلمة. هذا اليوم شكون اللي يسلكوا من هذا الغرق وهذا الحر العظيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أحوج ما نكون إلى الظل هو في ذلك اليوم اللي تكون الشمس فوق رؤوسنا وبعيدة علينا 1.6 كيلومتر تقريبا، هذه أحسن الأحوال. فأحوج ما نكون إلى الظل في ذلك الموقف. هذاك الظل ما تديش بدراهم أبدا، ما تشريهش ولا تناله بمنزلة كانت عندك، قال أنت كنت رئيس ولا كنت وزير ولا كنت حاجة ولا كنت مشروع، لا لا، هذاك الظل تناله بعملك الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا 7 في هذا الحديث ينالون هذا الظل، يوم لا ظل إلا ظل الله، ظل الله جل وعلا. يهمنا واحد من هذا 7، يهمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال عليه وشاب نشأ في طاعة الله. هذا الشاب اللي تكون الشهوة عنده متوقدة وقوة الجسم متفجرة، وإن أراد أن يظلم الناس ظلمهم، وإن أراد أن يتعدى عليهم تعدى، وإن أراد أن يواقع الفواحش والمنكرات فعل، ومع هذا هذا الشاب نتاعنا ينشأ في طاعة الله ويلزم دين الله سبحانه وتعالى. رب العالمين خلقنا وهو أعلم بأحوالنا، فلما كان هذا الشاب ذا منزلة عالية عند الله تعالى أكرمه هذا الإكرام، قال يا شاب يا أيها المستقيم على دين الله وانت شاب صغير، عندك الجزاء أن يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. خليونا ما التأسي بالقدوات السيئة، يعني ولينا نتبعوا الفسقة نتبعوا الفجرة. يا إخوة، هذا الكفرة اللي راهم يصدروهم من أعداء الإسلام في القنوات وفي المواقع هم الحثالة انتحهم، هؤلاء حثالة القوم، يعني الناس اللي ما يصلحوش انتوحهم، هذا هو الإشكال الكبير. أما القوم الذين يبنون عليهم حضارتهم هذوك ما تشوفهمش أصلا، ما عندهمش الوقت يبانوا، تصيبوا ما بين مخبر وبحث ومكتبة وجامعة وبيت، ما عندوش الوقت. بل بعض أبناء الجزائر، هذه صارت في 90s، يعني هذا كان شابا في مقتبل عمر، باش نعرفوا احنا واش يحبوا هذا الناس، هؤلاء مبغضون عنده على بالهم بلي الناس ما يصلحوش، بالعكس يبعثوهم للمسلمين ليؤثروا عليهم وليفسدوا عليهم دينهم. كان واحد من شباب البلد هذاك الزمن يا إخوة فيه دين، معروف فيه دين هذاك الوقت يا إخوة، كان اخترع أسرع روبوت في العالم، يعني اداها حتى للناس الذين يزعمون أنهم متفوقون. أما لا إحدى رؤساء الكفرة أعطاه شيكا أبيض، شيك أبيض أبلون، قال املأه بما تشاء من المبالغ، هتقعد عندنا برك نستغلوك ونستفادوا منك، واسألوا إخواننا اللي عندهم مستوى وعندهم دراسات عليا في بعض التخصصات العلمية،
شخص يقول إذا ما عرضوش عليك الجنسية والأجرة والأمور عظيمة تعرض عليهم يغرونهم بها، وبعضهم يقبل وبعضهم لا يقبل، يكون فيه تدين يكون فيه وطنية ولا ما يقبلش، باش نعرفوهم ما الذي يستغلونه من عندنا واش يديو من عندنا. يديو الأدمغة المفكرة، يديو العقول المدبرة، وإحنا واش نجيبو من عندهم؟ نجيبو الفسق والفجور والدعارة. يعني وما الحادثة اللي وقعت الأسبوع الماضي عنا ببعيد، يعني بعد ما كان الشاب المسلم يموت في ميادين الجهاد والوغى، يموت في طلب العلم، يكون مجاهدا في سبيل الله، يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ولا ويعفس عليه في الحفلات الغنائية الموسيقية الراقصة الماجنة. يعني أين كنا وأين وصلنا؟ وكنت كلمه بهذا الكلام مشي معناتها احنا رانا براء، لا لا، كل واحد فينا عنده نصيب من المسؤولية. طيب كيفاش عندنا مسؤولية؟ متفقون أنه ما كانش واحد فينا في هذا المجلس يقول باللي أنا لم أرى منكرا إلا أنكرته، ولم أرى تركا للمعروف إلا أمرت به. كلنا ولا أستثني شخصي شفنا منكرات ولم ننكرها، وضيع الناس المعروف ورضينا وقبلنا ولم نتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا تحذيرا شديدا من هذا. كم واحد فينا يعرف بائع مخدرات في حيه ولم ينصحه، ولا يعرف إنسان فاسق في حيه ولم يوجه له نصيحة، ولا يعرف مسكينة امرأة فاسافرة متبرجة قد تواقع شيئا من المحرمات ومن صحاش. أنا كلنا مشارك، كلنا عندنا نصيب من المسؤولية. لهذا ما نستغربوش إذا كان رب العزة جل وعلا يعمنا بالعقوبة من عنده. قال: أو يوشك الله أن يعمكم بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب له. إذن هذا الشاب المسلم يا إخوة إذا لزم الدين راح يكون خير كبير جدا على نفسه وعلى أبيه وأمه وعلى أقاربه وعلى بلاده وعلى دولة الإسلام. وهذا الشباب هم الذين صنعوا أمجاد الأمة الإسلامية وبطولاتها. يعني كان قول أن أول واحد دخل الإسلام من الصبيان مو الشاب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وما أدراكم ما علي رضي الله عنه في بطولاته وشهامته وجهاده وشجاعته وكرمه وعبادته رضي الله عنه وأرضاه. يعني شوف أول واحد على قول ادخل الإسلام هو علي بن أبي طالب. أفضل الناس أفضل الخلق بعد الأنبياء أبي بكر وعمر وعثمان. يعني هذه تخلينا نعتبر ابناه الحسن والحسين رضي الله عنهما. الحسن والحسين واش كان يقول عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة من الأولين والآخرين. يعني يشوف الحسن والحسين نالوا السيادة في الجنة، سيدا والشباب أهل الجنة، أي أنهم أفضل شباب الدنيا على الإطلاق طبعا بعد الأنبياء. وعدنا أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة طبعا بعد النبي. فالحسن والحسين باش نالوا هذا الدرجة وهذا المكانة؟ نالوها بعبادتهم بدينهم برجولتهم بمواقفهم. الحسن رضي الله عنه هو صغير كان يمشي ويعثر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وينظر إلى الحسين إلى الحسن مرة وإلى الناس مرة، فقال لهم: إن ابني هذا سيد. سيد يعني إمام في قومه. طيب باش ولا سيد؟ قال: وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. شوف السيادة باش نالوها وهم شباب، نالوها بمواقفهم ورجاحة عقولهم. ما عندوش الوقت يضيعوا في التمسخير وفي الفساد وفي الفجور وفي الرحلات اللي هي ضايعة ومضيعة الأوقات، ويكون في غالب الأحوال يكون فيها معاصي ومنكرات. أسامة بن زيد رضي الله عنه: ما بعث الله جيشا وفيه أسامة إلا أمره عليهم،
ولو كان في الجيش أبو بكر وعمر، يا إخوة رضي الله عنهم أجمعين. أسامة بن زيد يقود جيشا فيه أبو بكر وعمر، وعمر شحال قد بلغ من العمر 17 سنة، 17 سنة. احنا ما زال مسكين، ما زال راه في عالم، قال واحدة ما زال في عالم الطفولة أصلا، 17 سنة. 20 سنة، 25 سنة ما زال تقول الزوج يقول لك ما زلت صغير، ليس أهلا للمسؤولية. 20 سنة تكلفوا ببيت لا يقوم عليه. 17 سنة أسامة بن زيد يقود جيشا، يقولوا جيش يخو جهاد هذاك الوقت يا إخوة، يعني جهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، ماشي تيري عليه من البعيد وتيري عليك من البعيد، لا لا، لابد أن تكون تحت ظل سيف عدوك. ابن عمر رضي الله عنهما، باش نعرفوا دولة الإسلام باش قامت، ما قامتش بالشيوخ وبالعجايز، قامت بالشباب. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، باش يجاهد في غزوة أحد، شحال في عمره؟ 20 25 30. قال: وأنا ابن 14 سنة. 14 سنة وراه حايب بيجاهد في سبيل الله ويقاتل الكفرة، يعني مستوى عالي في التفكير، وإحنا ما زلنا في الحضيض 14 سنة. قال: فلم يجزني في المقاتلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا لا، ما زلت لم تبلغ بعد. وعرضت عليه يوم الخندق، عام وراها، وأنا ابن 15 سنة. قال: فأجازني، يعني 15 سنة راهو رافد السيف وراهو يقاتل وراهو متزوج وراهو رب أسرة وراهو إنسان تاع مسؤولية، وعنده أثر بليغ في أمته الإسلامية. فإحنا ما نقولوش وراهم اللي عمرهم 15 سنة وراه اللي عمره 30 و40 و35 و45 و50، ماذا قدمنا لهذه الأمة الإسلامية؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لو زدنا شفنا حكيم بن حزام، أنا في الصحابة ندوروا يا رضي الله عنه، حكيم بن حزام هذا يذكر في الترجمة نتاعه أنه ولد في الكعبة، وأنه هو وباباه وجده قاع عاشوا 120 سنة. حكيم بن حزام هو من قريش، قرشي، في مكة كان وحدة الدار، يعني أشبه ما يكون بمجلس الشورى، مجلس العقلاء، يسميوها دار الندوة، يقولوا باللي ما يدخلهاش الشخص حتى يكون عاقلا حكيما حليما ويكون بلغ 40 سنة فما فوق. 40 سنة باش لما تشرب عقلك وتولي تقيل ورزين، هذو كفار في الجاهلية، وين احنا؟ أما لا، حكيم بن حزام رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دخل دار الندوة وعمره 14 سنة أو 15 سنة. 15 سنة راه يستشيره عظماء القوم. ونفس الشيء بالنسبة لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو صغير كان يبات مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم معه الليل ويحرص على الاستفادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يوجهه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. وكان يدعي له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا أهمية الدعاء لأبنائنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا. كان يدعي له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لما كان في خلافة عمر رضي الله عنه كان عنده مجلس شورى، كبار الصحابة، شيوخ الصحابة، البدريون، يعني كل واحد توزنه بألف ولا 10,000 واحد منا. فشافوا باللي عمر يدخل معاه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس هذاك الوقت كان حوالي 16 سنة بالتقريبا، 16 17، كان شابا صغيرا، لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب للبلوغ 14 15. طيب، كان بعض الجلوس غضب، قال: كل واحد فينا عنده ولد صغير كما هذا، يجيبوا معه للدار، قاع نجيبوا أولادنا وخلاص. عمر رضي الله عنه عبقري فقيه، دلهم امتحان طبعا من غير تحضير، لا ابن عباس حضر ولا عمر حضر ولا هم كانوا محضرين.
قالوا ما قولكم في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخر السورة؟ قالوا هذه سورة رب العالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الناس أفواجا في الدين اشكر النعمة وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا على ظاهرها. عمر التفت إلى ابن عباس قال ما قولك فيها؟ قالوا هذه السورة مؤذنة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا السورة راح يتخبر النبي صلى الله عليه وسلم باللي راه قريب يموت، لأن الدين كمل، وإذا كمل الدين خلاص انتهت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وسينتقل فيها إلى ربه. فأمره الله تعالى أن يختم حياته بالتسبيح بحمد ربه جل وعلا والاستغفار إنه كان توبا. قال عمر وأنا والله لا أعلم منها إلا ما تعلم يا ابن عباس، حبر الأمة وفقهها وترجمان القرآن، يعني 14 سنة 15 سنة يدخل مع أئمة دولة الإسلام وشيوخ المسلمين. فأين نحن من تربية أبنائنا على هذه التربية العظيمة؟ تربيه من صغره على أن يكون رجلا فحلا فذا، تربيه على الشجاعة والكرم، تربيه على التدين والاستقامة على الإسلام، تربيه على حفظ كتاب الله تعالى وحفظ حدود الله وحرماته، تربيه أنه يكبر ويحمل الهم نتاع الأمة الإسلامية. هكذا يلزم نربيه أولادنا وبناتنا، باش من بعد ما نبقاوش نتقاتلوا معاهم في أمور هي من السفاهات والحماقات، فضلا عن أن تكون من المحرمات والفواحش والمنكرات. ثم إذا زدنا تنقلنا في تراجم سلفنا رحمهم الله تعالى، رانا رايحين نصيب العجب العجاب. وطبعا هذا الكلمة يا إخوة هي جواب لسؤال طالما طرح في المجامع وفي القنوات والمواقع، علاش رب العالمين لا ينصر الأمة الإسلامية لما تعرف الشباب انتاحهم والصغار انتاحهم كيفاش كانوا، وتقارن مع السلعة اللي عندنا هنا تفهم باللي رب العالمين لا ينصر أمة ابتعدت عن دين ربها جل وعلا أبدا، ولا ينصرن الله من ينصر. لو شفنا في فتوح الفرس اللي فتح القادسية إلى المدائن وقتل الجالينوس، اسمه زهرة بن الحوية التميمي رحمه الله تعالى، من صغار شباب المسلمين كان من قادة المعارك في فتح الفرس، من القادسية للمدائن هو اللي افتحها، وزاد كمل على قائد عظيم من قادة الفرس اللي هو الجالينوس. والآن تلك الناحية العراق روح تتنعم في دين الله تعالى وفي الإسلام. لو نزيد شوية، محمد بن القاسم الثقفي رحمه الله تعالى، هذا واش دار؟ هذا يا إخوة هذا فتح السند والهند، السند هي باكستان، فتح السند وفتح الهند، عمره شحال؟ 17 سنة. فتوحات يعني المسلمين اللي في الهند والمسلمين اللي في باكستان كلهم من حسناته، وعمره 17 سنة. يعني باش نعرفوا هذاك الوقت الأمة كيفاش كانت تفكر وكيفاش كانت تخمم. لو نزيد شوية، الإمام البخاري رحمه الله تعالى، إمام الدنيا في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، ألف كتابه التاريخ الكبير، معروف التاريخ الكبير البخاري، معروف في علم الرجال وتراجمهم. لما كتبوا شحال كان في عمره؟ كان قد بلغ من العمر 18 سنة، 18 سنة، يؤلف كتابا راه من مراجع المسلمين في تراجم الرجال وفي الجرح والتعديل. 18 سنة. نزيد ونمشي وشوية، علي بن الفضيل بن العياض، بن عياض، فضيل بن عياض رضي رحمه الله تعالى، هذا من علماء المالكية، كان عنده وليد واسمه علي من الشباب، كان الله أعلم 19 سنة ولا أقل، قتلته، واش قتله؟ قتله حفل غنائي، قتله زورق مطاطي قلع به إسبانيا ولا الطليان، قتلته آية من كتاب الله تعالى.
كان باباه لما يصلي بالناس على باله إذا كان وليده كان يصرخ صراخا عظيما، كان يغمى عليه ما يتحملش القرآن لقوة إيمانه ولرقته في القرآن. فسمع آية في كتاب الله تعالى كانت سببا في مقتله. فاللي يموت تحت الأقدام في الحفلات واللي يموت بآية من كتاب الله تعالى ليسوا سواء يا إخوة. نزيدوا شوية، محمد الفاتح، وش افتح هذا؟ فتح القسطنطينية، قسطنطينية إسطنبول. هذا القسطنطينية يا إخوة مئات السنين وهي معجزة للفتوحات، أعجزت قادة المسلمين عن فتحها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليها، قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، غزاها جيش بقيادة يزيد بن معاوية وما فتحوهاش، كانت مستعصية. اللي فتحها محمد الفاتح من خلفاء الدولة العثمانية، فتحها بخطة ذكية بارعة تنبئ عن إيمان وصلة بالله تعالى. مدبية الإخوة يضربوا طلة في كتب التاريخ، الآن عندنا الجوالات فيها كل شيء، خير من اللي استعملوها في الفيديوهات الساقطة الفاسدة. قال شوف فتح القسطنطينية ومحمد الفاتح، أراك رايح تتمتع بالفتوحات الإسلامية، ببراعة المسلمين، بذكائهم وحنكتهم وخبرتهم. أما لما افتح هذا القسطنطينية اللي هي إسطنبول الآن، افتحها وكان قد بلغ من العمر شحال؟ 23 سنة، 23 عام، يفتح القسطنطينية التي أعيت الصحابة والتابعين ومن بعدهم، حتى يجي رجل أعجمي تركي يفتحها لصلته بربه جل وعلا وهو من شباب المسلمين. 23 سنة. ولو رحنا نتتبع في تاريخنا لوجدنا عظماء شباب الإسلام صنعوا التاريخ وفعلوا الأفاعيل بأعداء الأمة الإسلامية، يعني حتى إلى عهد قريب في الثورة نتاعنا، يعني الذين فجروا الثورة الجزائرية شكون؟ كلهم شباب. والذين خطفت فرنسا طائرتهم من السماء ودخلتهم للسجن كلهم كانوا شباب. الذين كانوا ينشرون العلم، جمعية العلماء المسلمين في تلك الأيام، كلهم من العلماء الشباب في العشرينات في الثلاثينات في الربعينات. عندنا واحد ما زال حي من كبار العلماء وقل من يعرفه، أوليد القبة، محمد الصديق، كان من تلاميذ علماء الجمعية بل من علمائها. محمد الصديق رأوا في القبة وكبير في السن، نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يشفيه، يعني كان صغير وكان طالبا في الزيتونة وقرأوا ترجمة نتاعو كيفاش باش الحق ويقرأ في الزيتونة. كانت فرنسا تمنع الشباب أنه يسافروا لطلب العلم، سواء علوم دنيوية ولا علوم أخروية. الصديق هو أول شاب، كان صغير، كان طالب، كتب الزيتونة في تلك الأيام، كان لا يكتب فيها إلا فطاحلة العلماء. وغير من شبابنا وعلمائنا، علماء البلدة شعباني رحمه الله تعالى، أصغر عقيدة في التاريخ الحديث، أصغر قرونات، صغير في العشرينات من عمره، كان داهية حتى شهد له الأعداء. العربي المهيدي رحمه الله كان شاب ولا شيخ؟ كان شابا سلخ جلده رضي رحمه الله تعالى، وما خاف في الله لومة لائم وما استسلم للعدو. وغيرهم، شوفوا انتم لما تمروا على الشوارع مسمينهم على يعني على الجماعة الذين قتلوا واستشهدوا في الثورة الجزائرية، كلهم صغار، 18 سنة، 17 20، 22، 23، 25، كلهم شباب اللي كانوا يناضلون ويحاربون العدو كلهم شباب. الذين طردوا العدو الفرنسي كلهم شباب، بل ونساء شباب، كلهم كانوا يتعاونون. فأين نحن من أسلافنا وآبائنا وأجدادنا؟ وين الشباب نتاعنا المسلم اللي ولا يشتري الموت بماله، يشريوا الأدوية نتاع المجانين يتعاطونها ويتركون الصلوات؟ وين الشاب المسلم اللي البارح كان يموت في الجهاد ولا يموت الآن بأوفردوز بالمخدرات؟
يتعاطى المخدرات حتى تقتله. وين الشباب نتاعنا اللي ولاو يموتوا في قاع البحر وفي الأمواج المتلاطمة؟ وين راه رايح يجاهد؟ لا لا، راح يطلب علم؟ لا لا، راه رايح يعيش في أحضان الكفرة والكافرات. يتمنى امرأة كافرة جميلة، وربما يلعب بالخنزير، وربما يشتغل في حانة من الحانات ويقول راني مليح، ويضيع نفسه وأبناءه وبناته كما نعرف القصة. وأين هنا؟ أين شبابنا المسلم اللي ولا الآن يحب فرنسا ولا بلاد الكفر أكثر من حبه للجزائر، ولا يتمنى السوء لبلده؟ الأرض السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة يا إخوة. الشاب انتعنا يزم نكبروه ونقوله باللي أنت على عاتقك مسؤولية عظيمة، لابد أن نحمله هم الأمة وهم الإسلام حتى نربيه شباب يصنعون أمجاد هذه الأمة ويردونها. هذا هو الإشكال انتعنا، نربي أولادنا أن نبالك يديولك، لا نربيهم على الكرم، ونربي أولادنا سلك راسك ما تحوسش على الناس، ولا نربيهم على الإصلاح والسعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ذات البين وبدل النصيحة للمسلمين. أين نحن من أولادنا للمفروض ندعي لهم في السجود؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ندعو لهم دعوة إبراهيم عليه السلام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فنخرج بنتيجة، وهو أننا إن لم يصلح شبابنا ولم يصلح شاباتنا أمهات عظيمات ما عدنا ما نقضي. لأن نبهنا كم مرة في دروسنا أن أولئك الأئمة الأعلام هم خريجو أمهات عظام. شوف مالك كيف خرجته أمه وكانت سببا في كونه عالما، كيفاش كانت تلبس له وتبعثه إلى علماء بلده. الشافعي كيفاش كانت أمه تبذل مالها ومغزلها وتقول له روح اطلب العلم واطلب الحديث وأنا أكفيك مغزلي. يعني شوف الأم الإسلام المسلمة كيف يكون عندها الأثر الكبير البليغ في تكوين شخصية ابنها أو ابنتها القوية. فهذا هو الإشكال الذي نحن فيه الآن. فلا بد من رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد من أن نرجع باللوم على أنفسنا، لا بد أن نصلح علاقتنا بيننا وبين ربنا، ثم لا بد أن نقوم على أولادنا بنات وبنين، لا بد نوقف عليهم. صح التربية تاع الأولاد ما سهلة، هي جهاد نعم، لكن جهاد يعقبه راحة ويعقبه سرور. تتعب الآن وليدك في عمره 5 سنين وعشر سنين وخمسطاش سنة خير من اللي يوصل 20 و30 سنة تديروا القفة للسجن من أجل السرقات ولا المخدرات ولا قتل الأنفس المحرمة. لابد نوقف على أولادنا وأبنائنا وبناتنا ونعلموهم عظمة الإسلام، نعلموهم منزلة القرآن، نعلموهم عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، نعلموهم أثر الصحابة في تبليغ الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، نعطيولهم الخطوط الحمراء التي لا يقبلون أن يجاوزها كائنا من كان، ولو أن نضحي بالنفس والنفيس من أجل المحافظة عليها. نربي شبابنا وشاباتنا على القيم الإسلامية العالية اللي من تمسك بها صار مضرب المثل في الخير، وصار إماما في الهدى، وإماما في شتى أنواع العلوم النافعة دنيوية كانت أو أخروية. فلا بد من رجعة إلى الله جل وعلا، لا بد من تربية أولادنا على الأخلاق الطيبة، لا بد من الدعاء لهم في السجود وفي ثلث الليل الآخر، لا بد أن نبذل لهم النصح. ما تقولش خليني منه، أعطي له طابلات وخليه يلعب معها، وأعطي له جوال آخر عيطه وخليه يتقاتل معه، ومن بعد يضيع مسكين في ظلمات الجهل، يضيع في الإلحاد. ما عندناش بزاف كنا نكلم شاب صغير صار ملحدا من الملاحدة، وعنده شكوك في وجود الله تعالى، ما هو الشكوك راه ينفي، صار يعتقد. فلا بد أن نؤدي ما أنيط بنا من مسؤولية، وننساش حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية
يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، غاش لأولاده ولأهل بيته، غاش لأهل وطنه ولمن تحته في الإمرة، إلا أدخله الله النار. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. نسأله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يهدي شبابنا وشاباتنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الأمة وأن يرد لها أمجادها وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله أكبر.